قسم الأمر وانتهى الترقب والخارطة تغيرت لما كان هو متوقع تقريبا، والإطار أكل بعض المحافظات ذات الثقل الصدري في الوسط والجنوب بين أول وثاني وثالث بعد إعلان المفوضين للنتائج الأولية لما يقارب طبعا 94.4%. لا الأمر بعد ببقية عاد النتائج هسه للأمانة هي مقنعة لو طبيعية. عموما هسه بعد هذا الإعلان اليوم البعض توقع، وهي توقعات، بين العراق دخل رسميا بمرحلة الصراع المباشر. هسه مو شرط إلا صراع مواجهة، لا صراع سياسي ممكن. أولها الإطار نفسه على أفق هذه النتائج اللي بعض المحافظات أخذوها طرفين تقريبا، هنا نحكي عن نبني ودورة القانون، زين البقية شلون؟ طيب إلا إذا حل هذا الخلاف وفق نظرية مثلا عالية صيف والتنسيق حيقسم المحافظات ويطلعون حبايب، بالتالي كحال أي نتائج انتخابات صارت وجماعي لملموها وتمشي الأمور. ثاني المواجهات اللي يتوقعها البعض يقول هي بغداد بعد تحولها إلى أمة حلبوسية وتصدر الرجل في العاصمة والأنبار وحصد مراكز جيدة في محافظات أخرى مثل ديالى ونينوى. لكن أوفق كل هاي بصفحة واحكي لي على شيء أهم أيضا، هل سيتقبل التيار الصدري هيمنة الإطار التنسيقي على محافظات تحمل ثقلا صدريا؟ لو الجماعة خلص أوصلوا رسالة المقاطعة والسلام، ولهنا خلص الختام.